طبعا حديد التسليح الطولي ايضا بليميتيشن خاصه، مثل ما حنشوف انه قيمه رو يقول عليها الكود هي عباره عن اي اس على قيمه الاي كروس. قيمه رو هنا ما تتجاوز 8% ولازم تكون قيمتها اكبر او مساويه الى 0.01%. فالمفروض قيمه الرو مالتي حديد التسليح مالتي اللي هي موجوده ضمن اي مقطع كان، المفروض التسليح مالتي القيم مالته ما تتجاوز ال 8% كزياده وما تقل عن ال 1%، طبعا ما يصير تقل عن 1% لانه الكراكنج بالكولوم لما نسلط عليه لود حتى يكون حديد مالت التسليح مالتي يشتغل، فيجب ان يكون عندي نسبه حديد دنيا على الاقل حتى تساهم مع الكونكريت، وبنفس الوقت يهمني بالشرنكج والتمبرتشر، فلما نسلح الكولوم مالتي بنسبه حديد قليله جدا نشوف ان الكولوم مالتي يفتقر انه لحديد تسليح حقيقي جدا قليل وكانه هو غير مسلح، فيجب ان تكون النسبه مالتي اكبر من 0.1 ونشوفها بالضبط بهذا الشكل الكولوم مالتي، وهذا جدا طبعا القيمه مالته قليله فما ممكن نستخدم قيمه اقل من 1%. بالنسبه للكولوم الاخر اذا استخدمنا حديد تسليح اكثر من 8%، طبعا 8% هي نسبه كبيره، الحديد مالتي مال التسليح اذا كان موجود مثلا قيمه التايز حرفيا حيكون بالضبط مثل هذا الشكل، التسليح مالتي حيكون كثيف جدا بحيث المسافات مالتي بين قضبان التسليح مالتي مثل احنا ما نعرف ان الكود محددها ب 25 ملم او 3/4 قطعه حصوايه او بقطعه البار نفسه، اولا القضبان حتكون جدا متلاصقه، ثانيا الكونكريت ما راح يقدر يدخل اكيد من هاي الصفحه، وبالتالي التسليح مالتي حيكون كثيف جدا فما حقدر اصب نهائيا، فيجب ان نلتزم بهذه القيمه، وايضا في مناطق تعشيق الكولومات بالنسبه للطوابق، يعني انا لما يكون عندي مثلا جدي تسليح هنا حيدخل بالكولوم الداخلي فوقها مثل ما حنشوف بالجزء الاخير اللي موضوع السبلايسز، حيكون عندي هذا التسليح حيدخل بهذا الكولوم وتسليح الكولوم هو نفسه حيدخل بهالمكان، فعادة المصممين ما يستخدمون 8% يستخدمون كنسبة عليا 4%، ليش؟ لأنه لما يخلص عندي التسليح ولما أريد أدخل التسليح مالتي بالكولوم اللي بالطابق اللي بعده ف 4% مع ال 4% اللخ حتسبب لي ال 8% اللي حتكون هي عندنا هنا هي النسبة العليا اللي محدد لنا اياها الـ ACI كود. بالنسبة للفايل الكولوم حقيقة بالنسبة للكومبريشن الـ ACI كود يقول انه قيمة الفايل تساوي 0.65 والفايل تساوي 0.75، هذا بالنسبة للتايب كولومز وهذا بالنسبة للسبايرال. طبعا هنا اذا كان عندنا كومبريشن جدا عالي بحيث السترين مالتي بحديد التسليح يتجاوز السترين نوت نستخدم احنا الـ 0.65، او ممكن انه اذا كان موجود عزم وياه فنستخدم الفاي مثل ما حسبناها باحد الافلام اللي حكيت لك اللينك مالته جوا انه شلون نتعامل مع قيمه الفاي بوجود عزم، لكن اي كولوم على الاغلب قيمه الفاي مالتنا حتكون هي 0.65، نقدر نستخدم هذا الاسلوب اذا كان كولوم مالتي تايد او نستخدمها 0.75 اذا كان الكولوم مالتي هو سبايرال، فنشوف انه قيمه الفاي هنا جدا عاليه لانه الكولوم يكون من الاعضاء الانشائيه المهمه جدا او الخطره جدا، نشوف مثلا بالشير هي 0.75 او بالعزم البيور مومنت حيكون عندنا 0.9، لكن بالنسبه للكولوم حتكون عاليه جدا، يعني الكولوم اللي يتحمل 1000 احنا حنوصله الى 650، فبالتالي قيمه البي ان ماكسيمم اللي احنا قلنا قبل شويه هي عباره عن 0.8 من قيمه البي ان نوت لازم تكون مضروبة في قيمة الفاي اللي هي تكون أكبر أو مساوية إلى قيمة البي ألتيميت بهذا الشكل. الكولوم كابيتال أو الكوربل هي واقع الحال تصفي اللود وتوصله بشكل مناسب إلى مقطع العمود، شغلتها بالحقيقة هي شير، إذا كانت تمتلك المواصفات الخاصة بالمحددات الموجودة بالـ ACI كود، فذاك الوقت بالنسبة لنا كتصميم كولوم، كتصميم عمود، نلتزم فقط بمقطع العمود الحقيقي اللي احنا نشتغل عليه ضمن الطول مالته، مثلا هذا الكوربل بهذا الشكل، مثلا اكو عندي لود مسلط بهذا المكان أو هذا المكان، هذه إذا كانت مطابقة لمواصفات الـ ACI كود وقادر ان تتحمل الشير اللي تنقله، ذاك الوقت انا من اجي اصمم الكولوم اصمم المقطع مع الكولوم سواء كان دائري او كان شكل اخر. بالنسبه للكولوم كابيتال كذلك هي شغلتها شغله شير، ايضا اذا طابقت مواصفات الاي سي اي كود مثلا، ذاك الوقت فلما نجي نصمم هذا العمود احنا ناخذ المقطع مالته الحقيقي، هذه شغلتها فقط هي تحافظ على مبدا نقل الاحمال بامان الى الكولوم، يعني شغلتهم شغله قص.
بالنسبة لمقاطع الأعمدة الغير سيمتري أو غير المتماثلة بحديد التسليح، هنا حنشوف أنه فقط السنترويد مالتها هو اللي حيختلف، يعني سنتر الكولوم ذاك الوقت ما حيكون بالوسط وإنما يأخذ مكان آخر اعتمادا على طبيعة توزيع حديد التسليح. تستخدم الأعمدة المجوفة في الأبنية اللي تكون متواجدة في مناطق زلزالية، لأنه الماس مالتها يكون عادة قليل أو بما نسميه احنا كتلتها تكون قليلة، فبالتالي التأثير الزلزالي عليها راح يكون بالنسبة لنا أفضل. طبعا واضح جدا أنه هذه العناصر الإنشائية اللي هي الأعمدة المجوفة تكون خفيفة الوزن، فبالتالي راح تخفف من وزن المنشأ، الأساس مالتنا يكون بالنسبة لنا اقتصادي. وبالنسبة لتعامل المقطع إذا نجي نتعامل وياه، فالتعامل مع المقطع يكون طبيعي كأنه شكل هندسي، ونطرح من عنده الفراغ في حالة حساب المومنت أوف إنيرشيا أو في حالة حساب قيمة المساحة الصافية لمقطع الكونكريت. أما بالنسبة للمقاطع المجوفة إن وجدت، فبالنسبة للليميتيشن السابقة كلها تنطبق عليها من حالة الاي اس ماكسيمم أو حالة الاي اس مينيمم، كذلك بالنسبة للبار سبيسينج أو التايز اللي نخليها كلها تنطبق عليها. ما عدا هنا فد ملاحظة بسيطة أنه الثيكنس مال وول هنا يجب أن نهتم به ونعتني به من ناحية قيمة الثيكنس هذا، لأنه هذا الثيكنس مالتي إذا كانت قيمته قليلة ذاك الوقت قد تحدث به بعض التشوهات نتيجة الأكسيال فورس اللي يسلط أو قيم العزوم اللي حتسلط على هذا العمود، فتكون باحتمال تشوهات جانبية أو باكلنج يكون به أو واربنج معين به. الاي سي اي كود هنا ما كلش طاب بهذه التفاصيل الخاصه بالكولوم، لكن ممكن ندخل الى الثيوري اوف الاستيسيتي حتى نقدر نشوف ايش قد قيمه هذا الثيكنس المينيمم، وبالتاكيد قيمه هذا الثيكنس يعتمد على قيمه اف برايم سب سي وقيمه طول الكولوم، وايضا على طبيعه نهايات العمود هل هي فيكست او بين او رجد، اذا طبيعه نهايات الكولوم، طبيعه شكل المقطع وهكذا. فهذه بالنسبه لنا تكون شويه العمليه مهمه بالنسبه للاعمده المجوفه.